وجد أمام فندق كريستال بالاس مقر إقامة المنتخب الوطني الجزائري. مرحبا بك كمال وتفضل. تحية لك زميلي حسام وإلى كل متابعي قناة النهار والجمهور الرياضي والشارع الرياضي الذي يتشوق لمعرفة كل صغيرة وكبيرة حول المباراة الفاصلة، ذهاب المباراة الفاصلة الذي سيكون الجمعة القادم بملعب جابوما بمدينة دوالا، هذه المدينة التي تنهض وتستيقظ وتنام على أخبار المنتخب الكاميروني وعلى المباراة الفاصلة. الكل يتحدث عن الذهاب إلى كأس العالم بالنسبة لأنصار المنتخب الكاميروني، أما بالنسبة لنا ما يهمنا هو المنتخب الوطني الذي سيحضر لهذه المباراة بداية بتربص التحضير في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية قبل التنقل هنا إلى مدينة أدوالا، أين سيقيم؟ في هذا الفندق، فندق كريستال بالاس، هو الفندق الأفخم في مدينة أدوالا، الفندق الذي كان يحتضن وفد الكاف في خلال فعالية كأس أمم إفريقيا الفارطة، والمنتخب الوطني والقائمين على المنتخب الوطني اختاروا الإقامة في هذا الفندق الفخم يوم 24 مارس القادم، أين سيتوجه المنتخب إلى هذا الفندق الذي تم الحجز فيه ل60 غرفة في الطابقين العلويين الأخيرين تفاديا لأي ضجيج، خاصة زميل حسام أن الفندق يقع في الشارع الرئيسي لمدينة أكوا، هذا الشارع الذي فيه حركة سير كثيفة وكثيفة جدا، فيه الكثير يعني من الشركات، فيها الكثير يعني من المحلات التجارية، وأيضا معروف ب كثافته السكانية، لذلك المنتخب الوطني سيقيم في الطابقين الأخيرين مثل ما قلت لك، حجز 60 غرفة، ثمن الغرفة الوحيدة هو 220 يورو للغرفة الواحدة، لأنه الفندق المصنف الوحيد 5 نجوم، كان من المفترض أيضا أن يقيم فيه المنتخب الكاميروني لكنه ذهب إلى فندق آخر فورا يعني حجز المنتخب الوطني في هذا الفندق. المنتخب الكاميروني سيقيم في فندق بيست ويسترن أمام مطر، لكن النقطة السلبية الوحيدة ربما في إقامة المنتخب الوطني هو بعده عن ملعب جابوما ستاديوم، لأنه الآن وعلى المباشر يعني حتى لو نجرب يعني الجوجل ماب سيعطيك أنه 50 دقيقة من فندق مثل ما تشاهد معي من فندق كريستال بالاس أين نحن متواجدون إلى ملعب جابوما حوالي 50 دقيقة مثل ما تشاهد، 50 دقيقة كاملة سيقطعها المنتخب الوطني يوم 24 لإجراء الحصة التدريبية، وأيضا يوم المباراة يعني حوالي 50 دقيقة من الفندق إلى الملعب عفوا، ونحن نعرف أن الأجواء في الطريق تكون الكثير من الازدحام، لذلك يجب على القائمين على المنتخب أن يطلعوا جيدا على هذه النقطة وأن يوفروا يعني الأمن وأيضا المسلك السهل للوصول إلى الملعب، لأنه 50 دقيقة في مدينة دوالا شيء كثير نوعا ما، وربما سيكون أكثر، لكن نتمنى أن يكون الواقفون على المنتخب الوطني والمناجير الجديد للخضر جهيد زفزاف أن يراعي جيدا هذه النقطة. هذا بالنسبة لمقر إقامة المنتخب الوطني بمدينة أدوالا في فندق كريستال بالاس. زميل حسام، فقط كم يبعد الفندق عن المطار، مطار دوالا كمان؟ المطار حوالي 25 دقيقة، حوالي 25 دقيقة، لأنه تعرف أنه خلال كأس إفريقيا المنتخب الوطني كان يقيم في فندق أونومو في حي بوننجو، هذاك الحي الهادئ الذي لا يبعد عن المطار سوى ب10 دقائق، لكن في هذه المرة الفندق يبعد حوالي 25 إلى 30 دقيقة عن مطار الدوالة، لكن الأهم هو يبقى حين التوجه إلى الملعب. صحيح أن فندق كريستال بالاس من حيث ستوندينغ، من حيث الجمالية، من حيث الفخامة هو أحسن فندق في مدينة دوالا، لكن مقارنة بموقعه الاستراتيجي يعني موقعه هو بعيد نوعا ما عن المطار، بعيد نوعا ما عن الملعب مثل ما قلت،
لكن الأهم هو يعني راحة اللاعبين وحصولهم على يعني غرف مريحة وأيضا يعني فندق جميل ويوفر خدمات يعني جيدة عكس ما كان عليه الأمر في فندق أونومو الذي هو قريب من كل شيء، لكن يبقى فندق متوسط. وأنت تعرف أن الكاف هي من تكفلت بحجز ذلك الفندق للمنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا. نتمنى فقط يعني يراعي أي كما قلت لك القائمون على الفاف هذه الأمور وأن يوفروا كل ظروف الراحة لأشبال بالماضي يوم قدومهم يوم 24 مارس، المباراة يوم 25 مارس، لذلك ربما هي ليلة واحدة ووحيدة سيقضيها المنتخب الوطني هنا في دوالا على أن يعود مباشرة إلى الجزائر بعد نهاية اللقاء. نعم، شكرا جزيلا لك كمال مهوي على كل هذه التفاصيل، سنتواصل معك طيلة الأيام المقبلة إن شاء الله لتعطينا كل التفاصيل المتعلقة بالأجواء قبل وعندما يصل المنتخب الوطني وحتى بعد المباراة. شكرا جزيلا.